السلام عليكم بنات، مرحبا بكم مره اخرى معايا في لاشين ديالي ليدي ياقوت. اليوم جيت لكم بلو سيت ازياتيك. اخيرا جربت لو سيت ازياتيك علي اكسبريس. اول حاجه غادي نهضر لكم عليها البنات، الطريقه ديال التسجيل، الطريقه ديال الاداء، وكيفاش تامنوا على فلوسكم انها غادي توصل، اولا لي برودوي ديالكم غادي توصلوا بهم في امان. الصراحه هذا لو سيت هذا من ناحيه الامانه مزيان بزاف، يعني سواء ما توصلتوا بفلوس لي برودوي ديالكم، ملا ما توصلتوش بهم بيان سور كتتصلوا بهم، ويا اما تيغومبورسيوكم يا اما تيشوفوا لكم حل. المهم من ناحيه الامانه كاين كلشي مامن. من ناحيه الكونت ديالهم، لو سيت ديالهم كيفاش تسجلوا فيه، سهل جدا بحال غتسجلي في اي سيت ديال جوجل ولا ديال اولا ديال اي سيت غادي تسجلوا فيه، يعني عادي جدا. الطريقه ديال الخلاص خص ضروري باي بال اولا كارت انترناسيونال. انا ما بغيتش ندير الاشهار لابونك ديالي، دونك عندي كارت ديالي انترناسيونال هي باش كنخلص، وكتخلصي بكل امان، بكل يعني ما يعني ما تحتاجيش يعني تخافي على انك تقداي من هذا السيت هذا، صراحه مزيان بزاف. ثاني حاجه انا تخديت من عندهم غير دي تروك قلالين، بزاف الناس هضروا على هذا لو سيت هذا، يعني ما كاينش ندخل لكم في لو ديتاي ديال لي ديتاي. غادي نهضر لكم على غير البرودوي اللي خديت، خديت قلال غير باش نجرب هذا لو سيت. كيف قلت خديت اول حاجه هذا المونتر، هذا المونتر هذه كيف كتشوفوا غزاله ديال العيار، كل شيء كيهضر عليهم كل شيء، يعني فانا عجبوني في لو سيت وقررت انني ناخذهم. خديت 4 ديال لي مونتر لي في بثمن قليل بزاف، بوتي بري صراحه، والكاليتي تري تري بون كاليتي صراحه. يعني هاد ديال العيار ما كاينش اللي ما كيهضرش عليهم في المغرب كامل تقريبا كيعجبهم. فوالا فوالا، خديت انايا هاد الدوري وخديت هاد البلو، خديت نوار وخديت حتى البيربل او الموف. مي كوليك عجبوهم النوار والموف، طلبوني باش نخليهم ليهم، ايفيكتيفمون بعتهم ليهم باسكو ما بغاوش ياخذوهم فابور، بغاو يخلصوهم فخليتهم على خاطرهم. فوالا بعت ليهم النوار والموف، دونك الكاليتي انكرويابل، في زوينين بزاف، تيحمقوا غزالي، تديهم في الماء ما تيخسروش، يعني رائعين، وكيجيو على قد اي ايد، لان الحزام ديالهم بيان سور ديال العيار، في اي ايد تقبطها، يعني غليظه رقيقه كبيره صغيره، يعني عريضه، يعني كما كان النوع ديال الايد ديالكم فكتجي تقريبا مزيان مع اليد مقبوطه على الايد. فوالا، هذا فيما يخص لي مونتر. خديت واحد السبادغي اولا خديت واحد الباسكيت، غنخلي لكم لوليان ديالها في لا بار دافور، درتها في الانستغرام، الثمن ديالها حتى تشوفوه في لو سيت لي في راه ما عقلاش على لي بري، المهم الثمن رخيص بزاف، رخاص لي برودوي ديال علي اكسبريس راه تقريبا سيدوني صراحه، رخاص بلا قياس. خديتها ما جاتش قدي، فاضطريت نعطيها لواحد السيده فاش نبقى نتصل بهم يبدلوها ليا او لي غومبورسيني، فقلت سي با لا بين، الثمن ماشي ما يستاهلش، فاضطريت نعطيها في سبيل لواحد البنيته كتقرا و فوالا خصها باش تلعب الرياضه. فوالا خديت هاد لي بوشيت ديال اولا لي كوك ديال التليفون، خديت هادي فيها لي فلور غزال، عجبوني فيها لي موتيف، وهي 3 دي يعني فيها زوينه، عجبتني هاد لي موتيف صراحه ديال هاد الكوك هادي. خديت حتى هادو، حتى هذا مازال ما جربتوش، مازال ما استعملتهاش بلوتو، زوينه حتى هي فيها لي فلور، عجبوني هاد لي دو كوكادو، الثمن ديالهم راه كيف قلت لكم راه رخيص بزاف، تقدروا تدخلوا لو سيت ديالهم لي في وتشوفوا كاع لي برودوي راه سي دوني. فوالا فوالا، ماشي كلشي كاليتي تري بون كاليتي لي في، كاين لي يعني فلوب تو سامبلومون، بحال هاد لي فيرني هادو للاسف. اول حاجه بعدا نهضر لكم عليها هو الامباراج، كيجيو امباري مزيان، يعني ما تخافوش على لي برودوي ديالكم يخسروا ولا يتهرسوا ولا توقع لهم شي مشكل، لانهم كيت امبالاو مزيان بطريقه يعني واعره في الامبالاج.
توصلت بهذا لي فيرني باش نقول لكم لي في بالبلاستيك. هاد البوتيه اللي راه الباكاجينغ ديالها بلاستيك شكيت صغير يعني بحال كيقولي مينياتور مي الكاليتي يعني تري موفيز كاليتي صراحه ما كتنشفش هاد هاد الصباغ ما تتنشفش يعني خصك معاها يومين ولا 3 ايام باش ولا هي نشفات صراحه وخدرت لاباراي درت كلشي ما نشفاتش ليا نهائيا صراحه ما عجبتنيش ما عجبنيش الفيرني نهائيا فوالا دونك هادو خديت منهم للاسف 7 ديال لي فيرني كلهم غادي غير لوحهم في البوبال لانهم ما صالحين للوالو فوالا مع انه شكيل وهذا عجبني بزاف مي دوماج كاليتي تري تري موفيز كاليتي. كومونديت حوايج اخرين بحال سلايم باش يلعبوا ولاد اختي لانهم صافي لونطون ما تيطلبوني على هاد السلايم باش نجي ناخذو ليهم خديتو ليهم مازال ما توصلش بهم. حاجه اللي ما كتعجبنيش في علي اكسبريس ان المده باش يوصلوا لك لي برودوي يعني طويله بزاف يعني واحد الشهر ونص ولا اكثر باش يوصلوا لك هاد البرودوي يعني شويه لا ليفريزون معطله فوالا. كوموند يا عاوتاني دوطر مونطر بحال هادو يعني ما قالها اخرين فوالا ديال العيار بحال هادو وحدين اخرين تما مازال ما توصلتش بهم فوالا فوالا يعني مازال حوايج اخرين مازال ما توصلش بهم من علي اكسبريس يعني كي قلت لا ليفريزون شي كيوصل بكري شي كيوصل معطل دونك هادي هو المشكل اللي ما عجبنيش في علي اكسبريس هو التعطال بزاف يعني لا ليفريزون معطل فوالا بغيف فوالا فوالا هادشي اللي غنقول لكم ليه في هادشي اللي خديت حاليا من علي اكسبريس يعني غير باش نجرب لو سيت مزيان بلا قياس تقدروا تاخذوا منه بعينكم مغمضين تخلصوا الى عندكم كارت انترناسيونال بيان سور تخلصوا بها بعينكم مغمضين ما كاينش السرقه ما كاينش يعني لا ماك نهائيا يعني غادي تخلصوا في امان صراحه فوالا فوالا بغيت ما نطولش عليكم هادشي اللي كاين ان شاء الله نتلاقى معكم فرصه لاحقه وفوالا فوالا بيزو يلا بروشين.